مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون أهم وآخر ما تناقلته ونشرته الصحف المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالشأن اليمني. المصدر أونلاين يتحدث عن مقبرة لمهاجرين أفارقة تم العثور عليها في محافظة لحج. والشرق الأوسط تتناول انتهاكات الحوثية للقيم وتغيير التركيبة السكانية في محافظة إب. وإنديبندنت عربية تكتب عن آثار اليمن بين ضحايا تجارة التاريخ الرابحة في الغرب. مرحبا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين الذي قال إن قوات العمالقة عثرت على عدد من الجثث المدفونة داخل أحواش تهريب المهاجرين في منطقة العارة النائية التابعة لمديرية طور الباحة أثناء حملة أمنية شمالي محافظة لحج. وفي تصريح لموقع المصدر أونلاين قال نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في إدارة أمن لحج زاهي النفيلي إن قوات اللواء الثاني عمالقة عثرت على مقبرة لمهاجرين أفارقة داخل أحواش للتهريب في مديرية طور الباحة. وبحسب الموقع فقد أشار النفيل إلى أن قوات اللواء الثاني عمالقة أبلغت الأجهزة الأمنية بالأمر في الوقت الذي ما تزال فيه التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب وفاة المهاجرين الأفارقة وكشف الملابسات. ونقل الموقع عن أحد أفراد قوات العمالقة موسى الخضر إنه منذ قرابة الشهر والأخبار تتوارد عن وجود جثث لمهاجرين أفارقة داخل أحواش المهربين بمنطقة العارة النائية دون وجود تفاصيل عن عدد الجثث ووقت وفاتها. وبين الموقع أن المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن عبر منافذ بحرية في أربع محافظات أبرزها مناطق رأس العارة والغصين والعزاف وبير علي وعين بامعبد في محافظتي لحج وشبوة. أشار الموقع إلى أنه منذ مطلع العام الجاري وصل إلى اليمن حوالي 66 ألف مهاجر أفريقي وفق تقديرات رسمية، أغلب هؤلاء من دولة أثيوبيا. قال الكاتب في موقع يمن مونيتور خالد الشودري إن المشاورات الحضرمية المستمرة في المملكة العربية السعودية منذ شهر تقريبا آلت إلى الإعلان عن مجلس حضرموت الوطني كمكونا يمثل حضرموت داخليا وخارجيا. وبين الكاتب أن حضرموت التي طالما كانت ورقة سعودية تلوح بها في وجه أي تهديد لأمنها القومي أصبح يمثلها مجلس خاص بها، ودلالة ذلك أن السعوديين غادروا مربع التردد وقرروا الذهاب حتى نهاية في معركة كسر العظم مع الإمارات في حضرموت على وجه الخصوص والجنوب عموما. ونوه الكاتب إلى أن دعوات التصعيد الانتقالي في حضرموت لن ينظر إليها بعد اليوم سوى أنها فقاعات أفرغت من محتواها ولا تشكل خطرا حقيقيا، موضحا في مقاله أنه تم خلع أنياب الانتقالي وتم تقليم مخالبه منذ اللحظة التي وافق فيها على المشاركة في المجلس الرئاسي والثانيها بعد قيام مجلس حضرموت الوطني. فالأول كشفت زيف أكذوبة التفويض الشعبي، والثانية أسقطت مزاعم احتكاره تمثيل الجنوب. ولفت الكاتب في نهاية مقاله إلى أن السكوت عن فوضى المجلس الانتقالي لم يعد مسموحا به في حضرموت، ولن تنجح محاولاته في استنساخ نموذج عدن البائس هناك. واختتم الكاتب بالقول إن زلزالا سياسيا في الجنوب أحدثه قيام مجلس حضرموت الوطني، وذلك منذ أحداث يناير 1986 يوم وقفت خلالها حضرموت على الحياد، لكنها اليوم قررت مغادرة ذلك المربع وأسمعت العالم صوتها. في الصحف العربية سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على نهب الأراضي وممارسات السطو والاعتداءات المسلحة في محافظة أب، وقالت الصحيفة إن مساحة الفوضى والانفلات الأمني وانتهاك القوانين والأعراف والقيم الاجتماعية اتسعت ليدفع الأهالي ثمن ذلك من حياتهم وكرامتهم، مفسرين ما يجري بتغيير التركيبة السكانية لمحافظتهم. وكشف الصحفي محمد القادري الذي كان مختطفا في سجون الحوثي في مدينة إب
أن عناصر من الجهاز الأمني والمخابرات الحوثية اختطفوا الناشطة أروى سعيد والتي كانت تدير صفحة على الفيسبوك باسم ثائرة إب الأبية. وفي مسلسل نهب الأراضي العامة والخاصة، قالت الصحيفة في تقريرها إن قادة حوثيين يواصلون نهب أراضي الأوقاف في جبل المورم جنوب مدينة إب التي تعد من أغلى الأراضي في المحافظة. وتفيد الصحيفة أن القادة الأكثر قوة ونفوذا يسيطرون على مكتب الأوقاف في المحافظة وينفذون أعمال النهب علنا ومن دون رادع، وهؤلاء عادة ينتمون إلى محافظة صعدة وعمران وصنعاء وفق الصحيفة. ويعزو ناشط اجتماعي في محافظة إب تنافس القادة الحوثيين على نهب أراضي المحافظة إلى سعيهم لتعزيز نفوذهم وإحداث تعديلات ديموغرافية فيها. ويشير الناشط في حديثه للشرق الأوسط إلى أن الميليشيا ترى في موقع محافظة إب أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لتوسطها مناطق الشمال، إضافة إلى ما يتوفر في المحافظة من مساحات شاسعة لم يتم استحداثها، وهو ما ينقل تنافس قادة الميليشيا على الأراضي من المحافظات الشمالية إليها. نشر موقع العرب الجديد تقريرا قال فيه أن الحكومة اليمنية تواصل حشد جهودها من أجل اقتناص مساعدات مالية جديدة بهدف إنقاذ الاقتصاد المتهاوي وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين. وذكر الموقع أن اليمن حصل على دعم مالي عاجل بعد قيام صندوق النقد الدولي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات السحب الخاصة وإيداعها بحساب البنك المركزي اليمني في البنك الفيدرالي الأمريكي بمدينة نيويورك. وبحسب مصدر مصرفي تحدث لموقع العرب الجديد، فإن المبلغ الذي جرى تسييله بعد فترة طويلة من الإجراءات لتخصيصه سيجري استخدامه في مواجهة الالتزامات. وأكد مسؤول حكومي للعرب الجديد فضل عدم الإشارة إلى هويته أن هذا الدعم الذي تتوقع الحكومة الحصول عليه قبل نهاية يونيو الجاري يأتي في إطار تحركات الحكومة والبنك المركزي في حشد الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة اليمن بسبب نقص الموارد العامة التي يعتمد عليها نتيجة استهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط. ويتحدث الباحث المصرفي عمار هاشم للعرب الجديد عن أن هناك أزمة اقتصادية ومالية ونقدية كبيرة تهدد الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن الذي يعاني من نفاذ الاحتياط النقدي من الدولار، مضيفا أن حصول البنك المركزي على دعم عاجل وسريع بعد جهود واسعة يؤكد حاجة البنك للنقد الأجنبي بخلاف ما أعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر ونفيه وجود أزمة نقدية ناتجة عن نفاذ الاحتياطي النقدي من الدولار. حول قضية نهب المدن الأثرية والتاريخية في اليمن، قال موقع إندبندنت عربية إن المدن الأثرية والتاريخية في اليمن تعرضت للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وحتى اللحظة. وقال الموقع أن اليمن في فبراير 2023 استعادت 77 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها 64 رأسا حجريا منحوتا و11 صفحة مخطوطة من المصحف ووعاء منقوش من البرونز وشاهدة جنائزية من ثقافات مملكة معين إحدى ممالك اليمن القديم. وفي أحدث خبر عن الآثار اليمنية، فقد أوضح الموقع في تقريره أن السفارة اليمنية في لندن استعادت 4 قطع أثرية. ويرى مختص آثار مأرب الدكتور مبخوت مهتم أن تاريخ الوجوه الأثرية التي تسلمتها السفارة اليمنية في لندن يعود إلى العصر الحجري وأنها من شواهد القبور. وعن جهود الدبلوماسية اليمنية في لندن يقول السفير ياسين نعمان إنه سلم وزارة الخارجية البريطانية قبل عام ونصف عام ملفا بخصوص قطع الآثار اليمنية التي تعرض في المزادات في لندن بين حين وآخر. وذكر الموقع أن 21 من سبتمبر للعام 2014 تاريخ انقلاب الحوثيين كان فاتحة لعصر جديد في نهب الآثار اليمنية.
وعن عدد القطع الأثرية اليمنية المنهوبة يؤكد سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة اليونسكو محمد جميح في تواصل مع إندبندنت عربية أنه لا توجد قاعدة بيانات وطنية عنها حتى اللحظة. وتحدثت تقارير سابقة عن أن التقديرات الأولية لعمليات بيع القطع الأثرية اليمنية المهربة والمسروقة التي عرضت في المزادات تتجاوز 10,000 قطعة أثرية. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتير، إلى اللقاء.